اعتزاز گرامی قدر آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز کرتے ہوئے میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد انجم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج فبأي
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.